ودعينه من الله. يا ازرقاتك يا وحشني الوتر. ادخل يا اخوي. الله. بقالك 3 ايام غطسان، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. ده الله ابن عمك واقف، هي شقاوه قله قيمه. صاحبي ومني وابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. ضربه في قلبك، انا بقيت غريبه دلوقتي. بيهزر يا ستوب، احنا ما استغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركه انك جيت. مال؟ انا على لحم دماغي من الصبح، بقالي 3 ايام. 3 ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرى ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانوينك. ايوه ايوه. عمر احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات يعني 700 جنيه وقلبتين اجنبي 50 جنيه و20 فطار و10 قهوه يتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رول بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثق براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. الو كان اي سبيك تو سو ابي؟ ايه ده؟ انت بتورتون؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتون على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا عاوزه اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهم حاجة منه خالص. ألو؟ هلو؟ يس سير. I want to speak to سوها بليز. نو، مدام نوت هير. When she's going to be back? She will be at home after 2 hours. Okay, can you tell her that I phoned her? Who's speaking, please? It's Mr. Joe. Mr. Joe? Who are you? This is Sally, her servant. Okay, dear. Please don't forget to tell her. Okay. It's urgent. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally, I want the blue formal suit. Hard. And he blue for you. I'm doing it واحد. الشاي الاخضر يا مدام. ثانك يو يا سالي. تأمريني بحاجه قبل ما امشي؟ لا يا حبيبتي. فيكي ايه من دول؟ متغيره كده فيكي حاجه؟ Are you in love؟ لا لاف ايه بس، ما فيش الكلام ده. انت هتتكسي ولا ايه؟ وبعدين حتى لو ان يور ان لاف مش هتعرفي تخبي. It's showing, you can't hide it. You're glowing. ايه؟ ايه glowing دي؟ انا بقالي 5 سنين انا اول مره اسمعها. glowing يا سالي، يعني you're shining، تلمعي. بلمع؟ حبيبتي من جوه طالع على بره. بصي حضرتك، زي ما انت عارفه انا من منطقه شعبيه، والناس اللي زيك بيعرفوا احوال الناس من غير ما يشوفوهم. احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين. يا شيخه طيب، روحي هاتيلي المحفظه. اتفضل. ثانك يو. خدي دول. ايه دول يا هاني؟ دول كادو مني عشان انا I love people who are in love. شكرا يا هاني، والله مغرقاني بكرمك. بقول لك ايه، our life is short. اوكي؟
هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير، بس مش هنحب ناس كتير. So if you're in love وهو مخليكي مبسوطة ومش على بعضك كده يعني، امسكي فيه. اوكي؟ حاضر حاضر همسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. Good night حبيبتي، اشوفك بكرة. Good night. صفو شي معايا عظمه دي؟ اه انا ده اه كان على هناك. اي بنت مش حاسبه يا بنت يا عامله يلا غوري والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا. الله 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 انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم اثنين ليمون، ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره؟ يا ستي في ايه؟ مفيش حاجه حصلت لكل زاد عيله صغيره خبطتها في ايه؟ عيله صغيره خبطتها ولا طول؟ وانت بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوته والكهن اللي انت فيه ده. ربنا يسامحك. هيسامحني يا اخي؟ هيسامحك انتوا بقى ازاي؟ قصدك ايه يا فتحي؟ قصدي الاماين اللي انت ملبساها للحاره كلها، وكل شويه راجل داخل وراجل خارج. انت واختك الشمال كانك تقدر ادب يا فتحي. انا قالت لا بحبها. علي هتصحى يا راجل؟ يا خرابي ده انت مش نايم، انت مغمى عليك. ما تصحى يا علي في خناقه بره. يا بنتي يا فتون الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا. يا نهار اسود. ايه عسليه؟ حاسس انت بقى انت ياما وديها ولا ايه؟ بس ده كهن الاسود اللي على الباب. يا امي انت يا كهن الاسود. بس يا بنتي يا مفتر العين اوعى يا ولا اوعى يا ولا يا علي رول. تعالى علي رول. اللي بناها كلها تعرف مقامه ومحدش يقف قدامه. واللي يشوف حاجة يجي وانا اوريه مقامه. من النهاردة فتون دي خطيبتي وهتبقى مراتي، واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمة ابويا. المطوة دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتصفر بوشوشكم. يلا مات الكلام. يلا 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 عليك هو يا يلا. رشد الحكومة قفشته في اسلوب الله. خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك. يلا وش يا الاسمر جوه يا اخيرا اتجوزت. ما بقاش ناقصني حاجة. حدش له كلمة. استغفر الله العظيم. مالك يا بيت؟ مش هتقولي لي مبروك؟ مبروك؟ مبروك على ايه؟ على الجرسة؟ هو انت ما بتحسيش؟ حلك حيل. هو جواز جرسة. ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل. هو مين ده اللي مسجل يا بنت؟ هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق. يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا. منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا. يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل؟ ما انا خلاص هتجوز، وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستك. جواز؟ وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك؟ الا علي. علي ده سيدي الرجاله، لما يقول كلمه ينفذها. ده بلطجي يا فتون، بلطجي ونصاب. بحبه بجد ومالكيش فيه. طب وانا؟ انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزه ازاي وانا جوز اختي بلطجي؟ وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك يا بت؟ ده انت خدامه.